محاسنه فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب شريعته صراط مستقيم فليس يمسنا فيها لغوب هدانا للإله بها نبي فضائله إذا تحكى ضروب لجود المصطفى مدت يدانا وما مدت له أيد تخيب صلاة الله ما سارت سحاب عليه وما أتى فرج قريب. أيها الإخوة الكرام، الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطاهرة العاطرة، ساحة مسجد اللواء الإسلامي بساحة بيت النجدي بقرية الحصوة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ويسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم الكريم من أيام الله تعالى، اليوم الرابع من شهر شعبان المكرم، هذا الشهر الذي يحتل في نفوس المسلمين منزلة عظمى لما فيه من الذكريات المحببة إلى قلوب المسلمين. ومن أولى هذه الذكريات أنه قد تم فيه تحويل قبلة المسلمين في الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، من بيت المقدس بفلسطين الحبيبة رده الله علينا وجمعنا الله بكم فيه في الصلاة فيه. هذا البيت الذي إن هان على أنفسنا فقد هن حتى كفرنا، ومن هانت القدس في دينه كان كمن هان حتى كفر. هذا الشهر الذي يسلم فيه الحساب السنوي الختامي للبشر في كل عام، ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحرص أن يكون معظم أيامه صائما، ولما سئل في ذلك قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهو أيضا شهر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل فيه على رسولنا صلى الله عليه وسلم آية رفعت من شأنه وكانت سمواً وعلواً في قدره أكثر وأكثر. هذه الآية هي قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يخفى ما في هذه الآية من تكريم وتشريف وتعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله بذاته العلية وملائكته الكرام يصلون على المصطفى عليه الصلاة والسلام. ليس ذلك فقط، بل إن الآية تأمرنا من قبل الله عز وجل أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما. فصلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، حتى لا نكون من البخلاء. فقد سمعنا عنك أنك قلت: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقد قلت: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نصلي عليك سيدي يا رسول الله كثيرا حتى تكون شفيعا لنا يوم القيامة، فقد قلت لنا: أولى الناس بي شفاعة يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وفي ذلك تشريف وتكريم أكثر وأكثر إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى بذاته العلية يصلي على من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، يصلي عليه 10 مرات ويرفع عنه 10 خطيئات. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله.
أسعد بصحبتكم في هذه الأمسية الدينية من ساحة مسجد اللواء الإسلامي بدعوة كريمة من الأخ العزيز والصديق الحبيب سيادة اللواء محمد النجدي، غفر الله لنا وله وللمسلمين أجمعين، وجعلنا وإياه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أرحب بكم جميعا، وأرحب بأساتذتي من الإعلاميين من إذاعة القرآن الكريم ومن التلفزيون، ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الليلة فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا فأنى تؤفكون.
وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه
أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا وما وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأغنى فأما
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله يبارك لك، الله يسلمك، ربنا يتقبل منك إن شاء الله. الله يفتح عليك يا دكتور عبد الناصر حرب، أسلكت قلوبنا وأمتعتنا، ربنا يجعله زي حسناتك ويجعله رحمة ونور على أموات المسلمين جميعا وأمواتكم وأموات الله وأمي وأبويا وأخويا وأخويا. اللهم أقرئهم منا السلام، اللهم أقرئهم منا السلام، أمواتنا وأمواتكم وكل أموات المسلمين عامة وأمواتنا احنا خاصة، وعلى روح أمي وأبويا وأخويا وأخويا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعله يا رب روضة من رياض الجنات تحفوها الملائكة تغشاها الرحمة، واذكرنا يا رب في ملأ خير من هذا الملأ. اللهم اقرئ أمواتنا منا السلام، وادخلهم الجنة بسلام، واجمعنا معهم في دار السلام. يا سلام يا رحمن يا رحيم يا الله. اللهم وسع عليهم قبورهم، واجعلها يا ربي روضة من رياض الجنات، وأنسهم يا ربي في وحدتهم بصحبة النبي وآل بيته الكرام. اللهم جاف الأرض عن جنبيهم، اللهم جاف الأرض عن جنبيهم، اللهم انقلهم من دوك اللحود ومن مراتع الدود إلى جنات الخلود يا غفور يا ودود. اللهم اجعل قبورهم مد بصرهم، اللهم اجعل قبورهم مد بصرهم، اللهم انسهم في وحدتهم بصحبة النبي وآل بيته الكرام. اللهم ارحمنا جميعا إذا أصرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا جميعا إذا أصرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اقرئهم منا السلام، وادخلهم الجنة بسلام، واجمعنا معهم في دار السلام. يا سلام يا رحمن يا رحيم يا الله. اللهم شفع فيهم القرآن، وشفع فيهم الإسلام، وشفع فيهم شهر رمضان، وشفع فيهم الصيام، وشفع فيهم نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وبسر القرآن الكريم وصدره وقلبه ياسين، وبسر السبع المنجيات، وبسر ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وأدعو أخي وحبيبي رفيق الصبا والشباب الدكتور علي عبد الحليم مدير عام البرامج الدينية في القاهرة الثانية كي يمتعنا بجزء من حديثه الكريم، فليتفضل.